ارتبط اسمها وصوتها بالمهرجانات ومختلف المناسبات عبر ألبوماتها التسعة التي قدمتها، ونجحت في ترسيخ مكانتها في عالم الأغنية الإماراتية والخليجية. غنت العيون السود ورجعت لك تاني المطربة أريام. عيدك مبارك وأهلا وسهلا فيك على شاشة قناة وانتي بالعيدين السالمين. تسلمين، تسلمين. كل عام وانتي بألف خير. وانتي بألف خير يا رب. خلينا نبدأ من الجديد، نعرف جديد الفنانة أريام. طبعا قبل العيد سويت أغنية طبعا عيدية للعيد الأضحى المبارك مع الشاعر والملحن نجم الألحان سعيد الكعبي، كانت عيديتي للجمهور الكريم اسمها عايدك. وبالإضافة لأني أصلا قبلها كنت مسوي مجموعة من الأغاني الجديدة مثل أكبر خيانة، وكثير الحمد لله من الفترة الماضية كثير نزلت سنجلات، مثل أيضا أغنية عوية كانت أغنية عراقية سويتها، يعني حاولت شوية أنوع خلال الفترة الماضية. طيب يعني تحدثتي أنه عندك أكثر من سنجل نزل، يعني رغم أنه عندك 9 ألبومات وألبوماتك يعني لقت النجاح بالخليج وبالمنطقة العربية، ليش اتجهتي للسنجل آخر فترة؟ شوفي، هي يمكن مش لسبب معين قد ما ان يعني حاليا السوق يريد سينجلز، ان انت تتعبين على سي دي وكذا، حتى شركات الانتاج ما اعتقد صارت اصلا تستفيد من السيديات، لان كل الاغاني اغلبها صار موجود ومسرب عبر الانترنت ومواقع وغيرها. فانا اشوف ان الواحد يسوي سينجل يشتغل عليه كلمه ولحنا ويمكن تصوير وكل شيء وخلاص. افضل يعني، لان جد الالبومات صارت فقط هي اضافه لرصيد غنائي، يعني مثلا رصيدي كالبومات مثلا 9 البومات، لما اسوي السي دي راح يصير 10 البومات، هي فعلا تشيل الفنان انت كم رصيدك الغنائي، لكن انت لازم تمشي مع الموجه، كيف السوق الان شو مطلوب في السوق؟ السوق هي هي يمكن حتى لما يعملون سي دي ممكن تلقين اغنيه اغنيتين بالكثير هي اللي ضاربه. فهاي يعني فقط النقطه يعني. طيب شو تحبين تسمعينا من اغانيكي؟ نسمعكم شيء للمشاهدين بمناسبة العيد. مناسبة العيد، شوفي ترى الأغنية الجديدة لأني ما لحقت أحفظها، يعني ما شاء الله من الرصيد الكبير من الأغاني نسمع شيء. أقول شيء ثاني أكيد راح يزعلون علي لأني اليوم وعدتهم إني راح أغنيها. خلينا نقول اللي قلتها من شوي بس نكملها. أوكي. نقول أكبر خيانة هي. أوكي. شكلك تخون العشرة، لا تقول لي ما خنت، قولها عليك وأشره، ما انت مثل ما كنت. شكلك تخون العشرة، لا تقول لي ما خنت، قولها عليك وأشره، ما انت مثل ما كنت. ابصم عليك بعشره نجح ولو ما صنت، وايد مثيلك كثره دم يا قلبك هنت. الله سلامتكم. طبعا احنا مشاهدينك يحبوا يعني يحبون يشوفونك على خشبة المسرح، وانت ايضا تتألقين في المسارح، سر تعلقك هذا بالمسرح ويعني يمكن التواصل المباشر معك والجمهور هو اللي يجذبك للمسرح اكثر شيء؟ شوفي، دائما الفنان يحب في حفلاته يكون في تواصل مباشر مع الجمهور، لانه يشوف ردود افعالهم، يشوف محبتهم، يشوف تجاوبهم، يشوف حبهم للي هو قاعد يقدمه. فانا اتوقع الوقوف على المسرح مسؤوليه جدا كبيره، مو سهل انك فعلا تقفين على المسرح. يعني انا ليومنا هذا وانا ما زال لما اوقف على المسرح اكون في قمه الخوف والرعب. يقولوا لي يا أريام ليش صار لك كم سنة تغنين؟ أقول لهم لين بكرة. الخوف هذا طالما عندك خوف معناته عندك اللي هي الرغبة في النجاح، يعني عارفة أن أنت كل ما أنت تخافين كل ما قدمتي أفضل. صحيح. فأنا هاي وجهة نظري، لكن جد جد من بعد يمكن طلوعي على المسرح بدقائق معدودة وأبدأ أشوف تفاعل الناس وتجاوبهم خلاص أصير أنا أريام، يعني خلاص أرجع للوضع الطبيعي. طبعا اليوم الفنانة أريام يعني قاعدة جماهيرية كبيرة بالخليج ورصيد فني،
بس شو الأغنية اللي تعتبريها هي كانت انطلاقتك الحقيقية؟ بدأ الجمهور يجي عليك أكثر على أغانيك، مستمع دائم إليك؟ الرد واحد ما تغير من كم سنة، وهي الحمد لله غنائي من كلمات الشيخ زايد الله يرحمه ويغمد روح الجنة. الله يرحمه. غنائي من كلماته، هو قصايده الله يرحمه، هي اللي قدمتني للجمهور، هي قدمتني للناس، هو ما زال إلى يومنا هذا أي مناسبة أروح، سواء حفل على ستيج على مسرح، يعني حفل عام أو حفل عرس أو مقابلة أو غيره، دائما تطلب مني قصائد الشيخ زايد الله يرحمه دائما. يعني ما في مقابلة تمر إلا يقولوا لي نريدك تغني نفس الأغاني القديمة. أنا ممكن مرات أطلب بالاسم عشان بس أغني كلمات الشيخ زايد الله يرحمه، الله يرحمه فقط. فهذه طيب نسمع شيء يعني للجمهور الإماراتي من قصائد الشيخ زايد. سمعهم الأغنية اللي دائما يحبونها ويطلبونها مني، صوتك يكفيني بلا شو. صوتك يكفيني بلا شوف، هل كيف في شوفك ولا ماك، أرجوك يا سيد المهروف، وش خانت الدنيا بلياك، تنشلي ديل فوق الردوف، أسود شرات الليل غطاك، يا مخضب الحنا في الكفوف، يا السولعي محلى دعاياك، صوتك يكفيني بلا شوف، هل كيف في شوفك ولا ماك، أرجوك يا سيد المهروف، وش خانت الدنيا بلياك، وش خانت الدنيا بلياك. الله عليك. طيب تجربتك التمثيلية، يعني أول شيء أنت حابة تدخلين مجال التمثيل كاحتراف أو مجرد أنه تجربة؟ شوفي، هي لما بدت معايا بدت أكيد تجربة، يعني يمكن حبي للكاميرا، حبي أيضا لمجال التمثيل، حبي لهاي الأشياء كلها خلتني أنه مجرد ما عرض علي، مش بس أني أقول أوكي، لا أكيد عرض علي، قريت النص لقيته مناسب لي، يعني حتى المسلسل اللي أنا قدمته في أول تجربة سلطان، اللي هو الحب سلطان، أنا فعلا لقيت نفسي في الشخصية على قد، يعني حتى استغربت المخرج محمد بكر كان يقول لي يعني سبحان الله أنتي، لأني ما أتصنع، يعني لأن إحنا مثلا تعرفين في البريكات لما نقعد نتكلم ولا شيء يقول لي ها أنتي، يعني ما أعرف أتصنع، ما أعرف ألبس شيء مو لي، فقاعدة أقدمها بطريقتي وبأسلوبي، حتى لما نيجي نصور يقول لي أنا ما بك مثلا لما تقولين هذه تقولينها حسب ردة الفعل المكتوبة، قوليها لو أنتي في هذا الموقف وقلتي هذا الكلام كيف راح تقولي على الواقع، فلقيت أني أنا قاعدة أمثل نفسي فيه. والحلو في الموضوع أنه في البيت لما كنا نطالع المسلسل الوالدة تقعد ترمي علي كلام تقول لي يا مجرمة والله نفس تصرفاتك، نفس الكلام اللي تقولي لي، نفس أسلوبك. فحسيت الحمد لله أني أنا يمكن قدرت نوعا ما أصل إلى، يمكن يعني ما أدري، إلى قلوب الناس، أو أهم شيء أني أنا كنت راضية عن نفسي حقيقة. هذا أهم شيء، صح رأي الناس والجمهور أكيد أهم شيء في الدنيا، بس كنت راضية، يعني تكرار التجربة أكيد ما راح أقول لا. بس يعني قلنا انه مثلا الدور كان يشبهك انت، بس مثلا نفس الطبايع، بس انه اذا مثلا صار دور مختلف عنك تماما راح تتجنبيه او تخوضيه من باب التحدي؟ لا راح اخوضه من باب التحدي، خاصه لو كان دور شريره، انا جدا شريره احب اجرب ادوار الشر. طيب جربتي ايضا اللهجات؟ غنيتي باللهجة غنيت باللهجة المصرية في تجربة واحدة، لكن أعرف يعني أقدم أشياء وايد، يعني وبعدين سبحان الله، يعني حتى في حديثي مع، يعني حواراتي مع ناس كثير أكلم كل حد بلهجته، أعرف يعني اللبناني السوري يعني شي أحاول. طب سمعينا شي باللهجة المصرية؟ عندنا متابعين لك اذا ينتظروك من مصر. السلام عليكم. اغنيتي كانت انا الغلطانه، كلمات الشاعر مصطفى مرسي والحان مصطفى محفوظ، تقول عاد من زمان ما غنيتها. وطلعت انا الغلطانه
في الآخر كمان، وكل اللي انت عملته ما كنتش فيه غلطان. يا سلام عليك يا حبيبي، طول عمرك مش حبيبي، لكن في كل مرة تقول انك ندمان. يا سلام عليك يا حبيبي، طول عمرك مش حبيبي، لكن في كل مرة تقول انك ندمان. اعمل لك ايه بسامحك، بحبك بنسى جرحك، مع اني في الحقيقة انا المجروحة منك. يا سلام عليك يا حبيبي، طول عمرك مش حبيبي، لكن في كل مرة تقول انك ندمان. بس يعني انت متقنه اللهجه المصريه يعني؟ طبعا، لاني من اصول أهل مصري. يمكن تكون صعبه عليهم اللهجه المصريه. لا لا لا، لاني انا من اصول مصريه فاكيد مو صعب علي ابدا. طيب هذا التنوع في اللهجات، يعني الفنان لما يقدم اغاني بلهجات متعدده تاثيره على قاعدة الجماهيريه يعني ممكن تكون سلاح ذو حدين، احيانا يخسر بعض الجمهور اذا طبعا ما عجبهم، وممكن يكون الى شهرة واسعة ويحقق نجاح خلينا نقول بالوطن العربي كله. شوفي، هو صح مثل ما انت قلتي، سلاح ذو حدين. عشان تجي يعني اول ما افكر اغني بلهجة اخرى لازم اكون انا متقنة اللهجة عشان اقدر اوصلها للناس بالطريقة الصح. مو شرط ايضا اني انا انوع في اللهجة عشان اوصل للناس، يعني في كثير من الفنانين الكبار ما غير غير غناء، يعني فقط غنى باللهجة مثلا الخليجية ووصل لقلوب الناس ووصل للعالمية بدون ما يغني بأي لهجة أخرى. لكن سبحان الله، يعني إنه حلو إنه يكون الفنان شامل ويغني بكذا لهجة ويطلع على الناس والجمهور بكذا ستايل، وأيضا في نفس الوقت ممكن إنه أيضا لما يغني بلهجة هذا البلد يصل إلى قلوب الناس، هي أيضا مفتاح جميل يعني إنك تصلين لقلوب الناس. صحيح. لكن أيضا أرجع أقول لك إنه مو بشرط. طيب مسلسل دوريمي ايضا شاركتي فيه او ما كان؟ لا كانت فقط تجربتي الوحيده اللي هي الحب سلطان. طيب اذا انعرض عليك مسلسل مصري في طبعا راح اوافق. اكيد مصر، هوليوود الشرق من يرفض انه يطلع في مصر يعني؟ اكيد. طيب كيف بترد؟ سوري قطعتك. وايضا انا خلال الفتره الماضيه في وجودي في مصر قعدت مع المنتج محمد فوزي عشان يعني نرتب كذا شغله، بس ان شاء الله في المستقبل القريب راح يكون في ترتيب لعمل في مصر باذن الله ان شاء الله. بس ما بتحسي انه المنافسه بمصر اقوى، خاصه انه النجوم كلهم اعينهم، يعني النجوم العرب كلهم اعينهم على السينما او الدراما المصريه؟ المنافسة موجودة في كل مكان، بس حلو أن أنت تكون يعني كأول تجربة أن أنت تثبتي وجودك وحضورك مع هذه الكوكبة الكبيرة. وأيضا الجميل في السينما أو في الدراما أو في التمثيل بشكل عام، مجال التمثيل في مصر يساعدون بعض الفنانين الكبار، يساعدون المبتدئين ويشدوا من إيدهم ويوقفون معاهم، وهذا يمكن شيء أنا شاهدته وحضرته يمكن من خلال كثير من المقابلات. يعني الفنانين اللي توهم طالعين دائما ما تلحصلي وتلقي أن في يد وقفت معاهم من الفنانين الكبار. فهذا شيء جميل، بالعكس ابدا مش خايفه من هالمنافسه، بالعكس تعطيني دفع اني انا اثبت حضوري ووجودي معاهم، وخاصه اذا اتيحت لي الفرصه ان شاء الله اني اقف قدام حد من الفنانين الكبار في مصر. مين من الفنانين الكبار اللي عندك حلم انه يعني تحبين انه تقفين امامهم؟ علشان ما انسى حد، مصر جد كلهم ترى مبدعين، مثل الفنانه يسرى، الفنانه وفاء عامر، الفنان عادل امام، الفنانه ميرفت امين، يعني اسامي كثير. ومن الفنانين الخليجيين؟
الخليجيين اكيد الرائعات حياه الفهد وسعاد العبد الله، يعني اكيد من ما يتمنى انه يكون معاهم على شاشه واحده وفي عمل واحد. طب الفنانه ريام يعني كيف ترد على المنتقدين؟ يعني في كل فنان يعني معرض للانتقاد مثل ما هو معرض ايضا للمدح، فطبعا بعض الاحيان هذا يكون نقد بناء، لكن أحيان أخرى يكون يمكن نقد مجرد النقد يعني، فكيف تردين؟ على البناء ولا العادي؟ جهتين. لا البناء أكيد أسمعه وأعمل فيه إذا كان فعلا بناء. انتقادات أخرى لا أطنشها عادي جدا ولا تأثر فيها على فكرة. لأنه يعني ممكن النقد إذا تأثر فيه الفنان يعني يكون يأثر عليه طبعاً، يأثر عليه نفسياً ويؤثر في عطاءه ويؤثر في أشياء كثيرة، يعني مو بس تأثير عادي يعني حلو إن أنت مثلاً تعرفين، وخاصة الناجح دائماً عليه غيرة، عليه حسد، صحيح، قذائف غريبة ما تعرفين وين تجي، فممكن النقد ما يكون نقد قد ما هو تجريح. فلا بالعكس الحمد لله، يعني وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أني وايد أحسن وحدة تطنش في العالم يعني. طيب حضرتك عندك مبادرات إنسانية كثيرة مشتركة فيها في الإمارات وموجهة أيضا للخارج، خلينا نعرف أنه بداية مشاركتك بهاي المبادرات أيضا، كيف تنسقين وقتك بين أعمالك الفنية ومبادراتك؟ هي شوفي، هي أول شيء هي كانت يعني هي بدت معايا أني أنا فعلا أنا الحمد لله يعني محبة للعمل الخير والمشاركات الإنسانية وهاي الأمور كلها، فهي دائما كانت تبدأ معايا من مشاركاتي مع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، قبل ما يكون عندي طبعا أخوي الصغير داون سيندروم من ذوي الاحتياجات الخاصة، دلوع العائلة يعني، ف أتوقع أنه يمكن دعم هذه المشاركات، لأني أنا كنت أروح لهم المركز، أروح لمراكز أخرى مثل مركز راشد وغيرها وغيرها وغيرها، وأحب أشارك الأطفال في هذه المراكز فعاليات أو مناسبات أو حفلات خيرية أو 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 أو, أو من قلبي ومن طيب خاطر، وأحرص كل الحرص على مش بس على ذوي الاحتياجات الخاصة، كنا مثلا عملنا زيارات للمسنين، عملنا زيارات كثيرة، إلى أن تم اختياري كسفيرة للنوايا الحسنة من الأمم المتحدة، وأنا وأختي الدكتورة رانيا، وكنا يمكن تقريبا أول أختين يكونوا الثنتين سفراء للنوايا الحسنة، والحمد لله. يعني أنا دائما تعرفين كنت دائما ضد أن اللي يأخذون ألقابه بس، لكن قلت الحمد لله أني أنا عملي هو اللي قدمني لهذا اللقب. في ناس كثير ياخذون القاب ما يعملون فيها. انت بناء على عملك اجى اللقب الحمد لله. لاحقا يعني. الحمد لله، وبالتالي صارت مسؤوليه علي اكثر اني انا بناء على هذا اللقب لازم اني انا اشتغل اكثر علشان ما يقولون او اخذت اللقب خلاص بطلت تشتغل، عرفتي؟ فكثير انا هالشيء اشياء تنبع من خاطري قبل ما انها تكون اني اكون مكلفه بعمل معين او انه روحي وسوي وكذا كذا كذا، انا احب الشيء يكون نابع مني، حتى المبادرات انا ابداها، ما عندي أي مشكلة. أكيد. طيب الفنانة أريام دخلتي عالم الشهرة يعني بسن مبكر، طبعا عالم الشهرة يأثر على الحياة الشخصية للفنان بشكل أو بآخر، أحيانا يكون تأثيره كبير، أحيانا لا، الفنان يعرف يحط مثلا فاصل يفصل بين حياته الشخصية والفنية، أثر هذا الشيء على حياتك؟ شوي يعني. شوفي أنا بديت أغني من عندي 9 سنوات، فكان بالنسبة لي فكبرت قبل أواني، وكنت أقعد مع ناس أكبر مني كثير، وتحملت المسؤولية على ما يقولون بدري، فلأني أنا أغني من زمان فالناس متوقعين أن هاي تعرفين أني وايد وايد كبيرة، فأنا أطنج عرفتي، فأنا لأني بادية من سن صغيرة فحاسة أنه حتى لما أمشي مع أختي الكبيرة يفكرون أني أنا أكبر منها لأني تعرفين كثير، ما أمدح نفسي بس كثير عاقلة، كثير هادية، أعرف أعطي الأمور يعني حجمها، أعرف أحل المشاكل، يأخذون رأيي كثير بالبيت في اتخاذ القرارات في أشياء كثيرة، لازم جد جد يرجعون لأريام، وهذه الحمد لله يعني حتى يعني الوالدة الوالد كلهم يحبون يرجعوا لي في القرارات، فالحمد لله أعرف أفكر يعني. إحنا نشكرك جدا على وجودك معنا، نورتي شاشة برنامج اليوم.